أحمد، ننتظر التصريحات محتملة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن-غفير في أي لحظة، وها هو الآن يقترب منا، يقترب من الصحفيين. أحمد. نعم أحمد، نبقى معك بانتظار إن كان هناك أي تصريح سيقوم به إيتمار بن-غفير وزير الأمن القومي الذي يتواجد الآن في مكان عملية إطلاق النار التي أدت حتى الآن حسب الأخبار الرسمية عن مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين، منهم حالات حرجة خلال عملية إطلاق نار في معاليا أدومين. إذن هذه هي مشاهدينا الصور في عين المكان، مكان عملية إطلاق النار حسب الأخبار أيضا والتصريحات الإسرائيلية. إذن هذا وزير الأمن القومي إيتمار بن-غفير يدلي بتصريح للصحفيين عن عملية إطلاق النار في معالي أدومين. הזכות לחיים של תושבים יהודים ביהודה ושומרון גוברת על חופש התנועה של תושבי הרשות. אני זוכר כמה שהיו אנשים ששבועים בקונספציה, ואגב גם היום יש עדיין כאלה שלא מבינים את זה. אז אני אומר שוב أحمد، إن كنت تسمعني أعود إليك، ولو ممكن أن يعني أن تشرح لنا ما وتترجم لنا ما يقوله وزير الأمن القومي. هذا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن-غفير يتحدث الآن في مؤتمر صحفي في مكان العملية، يقول إن حق الإسرائيليين في الحياة يفوق على حق الفلسطينيين في التنقل داخل الضفة الغربية، يقول إنه يفضل أن يعيش الإسرائيليين وأن يستمروا في الحياة على أن يمنح الفلسطينيون في الضفة الغربية حرية التنقل. الخلفية هي أن هذا الشارع الذي نحن فيه هو شارع فلسطيني مقام على أراضي فلسطينية تسلكه سيارات فلسطينية، وهو من الشوارع التي تسير عليها سيارات فلسطينية وإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو عمليا يطالب بمنع الدخول الفلسطينيين إلى الشوارع التي يستقلها المستوطنون في الضفة الغربية. كذلك يتحدث عن أنه سيوزع مزيدا من الأسلحة على الإسرائيليين، لأنه يدعي أن السلاح الذي وزع على الإسرائيليين هو الذي أدى إلى إطلاق النار على المنفذين، وبالتالي إلى منع توسع هذه العملية. بن-غفير يستنتج بطبيعة الحال أن أو يدافع عن سياسته خلال الفترة الماضية، وحاول أن يثبت أنها كانت صحيحة، بالتالي يتحدث عن توزيع مزيد من الأسلحة على المستوطنين الإسرائيليين. نعم. وكانت إسرائيل قد وزعت عشرات آلاف قطع الأسلحة، نحو 50,000 قطعة أسلحة على مدنيين بين قوسين إسرائيليين منذ بداية الحرب على قطاع غزة. أحمد سعود، انتهى المؤتمر الصحفي. نعم. وبن-غفير يغادر. نعم. هذه المنطقة. سعود إليك أحمد.